مساء الخير. بحلقة سابقة من برنامج راشيتا وقفنا عند دراسة تقول بأن المضادات الحيوية التي تعطى في المرحلة الجنينية أو الطفولة المبكرة قد تؤدي إلى تراجع في الإدراك عند الأطفال، ما دفع فريق برنامج راشيتا للبحث أكثر حول المضادات الحيوية بشكل عام، خاصة أننا كسوريين نستسهل في معظم الأحيان أخذ المضادات الحيوية ونسبة مرتفعة لا تكمل الجرعة الموصوفة. الآثار الجانبية للمضادات الحيوية واستخدامها الصحيح محاور حلقة هذا الأسبوع من راشيتا، لكن بعد هذا الإنفوغراف. إذن نحن أمام مشكلة حقيقية سنفصلها مع الدكتورة مايس عبسي، أستاذة في علم الأدوية وباحثة في تطوير العلاجات. أهلا بك دكتورة. مرحبا وشكرا للاستضافة. دكتورة مايس، خلينا نشرح للمشاهدين بداية ما أنواع المضادات الحيوية وشو الأمراض اللي لازم تنوصف لها مضادات حيوية. قبل ما نبدأ نحكي عن المضادات الحيوية، بس بشكل مختصر نحكي أنه المضادات الحيوية طبعاً هي بتستهدف نوع معين من الميكروبات. نحن الميكروبات موجودة حوالينا بكل مكان وموجودة أيضاً على الجسم أيضاً بشكل طبيعي. هالميكروبات بتنقسم طبعاً، في عنا عدة أنواع، في عنا بكتيريا وفي عنا فيروسات. الآن بالنسبة للشيء اللي بنركز عليه من موضوع الصادات الحيوية هو البكتيريا. يعني في فرق ما بين الإنتان، خلينا نسميه، أو الإصابة البكتيرية والإصابة الفيروسية. بشكل مختصر البكتيريا بيكون حجمها أكبر، البكتيريا ممكن تعيش في أي مكان، بينما بالنسبة للفيروس، الفيروس ما ممكن يعيش خارج الجسم، وإنما لازم يهاجم الجسم ولازم يستخدم خلايا الجسم كمصانع لحتى يصنع أعداد كبيرة منه. الفيروسات غالبا بتكون ممرضة، بينما بالنسبة للبكتيريا في عنا قسم صغير هو بيكون ممرض. فلو رجعنا الآن للبكتيريا، في الإنتانات البكتيرية ممكن تكون قصيرة، يعني ممكن خلال مثلا أسبوع أو 10 أيام بالإنسان بيشفى، ممكن تكون مزمنة وممكن تكون أيضا خامدة، يعني تستمر لفترات زمنية كتير طويلة وترجع تتفعل مرة تانية، ومنها أيضا في إصابات فيروسية من هالنوع. في عنا إنتانات بكتيرية خلينا نقول شائعة، يعني اللي بتصيب عادة التهاب البلعوم البكتيري، في عنا التهاب المجاري البولية، التهاب السحايا الجرثومي. هدول الإنتانات بشكل عام تتظاهر بأعراض اللي هي مثلا مثل ارتفاع الحرارة، هي أول أعراض ارتفاع الحرارة. ممكن تكون طبعا قبل ما نحكي عن الأعراض، بس بشكل عام لازم نأكد أنه طبيعة الأعراض بتختلف حسب طبيعة الإنتان البكتيري، لكن كل الإنتانات البكتيرية وحتى الفيروسية تحتاج مضادات حيوية. الإنتانات البكتيرية تظهر بشكل متشابه، يعني اللي هي ارتفاع الحرارة، التعب العام. لهيك الناس أول ما بيصير معهم أي من هذه الأعراض بيخطر لهم أنه ممكن تكون إصابة بكتيرية، ولذلك أنه بيلجأوا لاستخدام الصاد الحيوي، اللي هو مثل ما قلنا عادة إما بيوقف نمو البكتيريا أو بيقضي عليها بشكل كامل. بما أن الأعراض المبدئية متشابهة، فالناس بتستعجل تاخذ مضادات حيويه، بينما ممكن تكون اصابه فيروسيه، وعاده الصاد الحيوي ما بيأثر بالاصابه الفيروسيه. فالصادات الحيويه لها كثير انواع وبتستهدف، لازم نعرف انه كل صاد حيوي بيستهدف مجموعه مخصصه من الجراثيم. يعني انا ما ممكن، او حتى نقول خلينا نقول بكتيريا، ما ممكن انا اخذ مثلا صاد حيوي بيشتغل لانتانات مثلا البلعوم يكون بنفس الانتقائيه لانتانات الجهاز البولي. لذلك نحن موضوع انه اخذ الصادات الحيويه لازم يكون دائما خلينا نقول برقابه
الاصابه، وهذا الشيء بيتم عن طريق طبعا التشخيص الطبي اذا كانت اصابه بكتيريه او فيروسيه. نعم. وبحتاج وصفه طبيه. اذا لكل مضاد حيوي نوع بكتيري معين المفروض ينوصف له، وايضا بيختلف حسب اختلاف مناطق الجسم، يعني مثل ما ذكرتي البلعوم، الجهاز البولي وغيره، ولكن هناك ما يسمى بمقاومه المضادات الحيويه، ما هي يا دكتوره؟ صحيح. الآن في عنا بالنسبة لمقاومة أو الصادات الحيوية إلى عدة أسباب، لكن أهم سبب أول شيء بيكون أنه ما في خلينا نقول سيطرة على الحالة الإنتانية، أو بيكون استعمال مفرط للصادات الحيوية، أو ممكن يكون الوصف الزائد للصادات الحيوية من قبل بعض الأطباء، أو ممكن يكون استعمال أيضا صادات حيوية بشكل مفرط في مجال الزراعة، لأنه نحن نعرف أيضا أنه بالنسبة في مجال خلينا نقول المنتجات الحيوانية بيعطوهم في بعض الأحيان صادات حيوية. كل هذه العوامل تؤدي إلى أنه بصير الشخص لما يصاب بنوع إنتان بكتيري معين، بدل ما يكون عادة بيستجيب للصاد الحيوي المعروف وبالجرعات المناسبة، بصير جسمه ما بيستجيب لهذا الشيء، لأنه البكتيريا بتطور نوع من المقاومة، بصير عليها تغييرات خلينا نقول جينية، بيظهر منها سلالات بتصير مقاومة لهذا الصاد الحيوي، فبصير الإنسان بحاجة إلى جرعات إما أكبر أو صادات حيوية مجالها أوسع، وهي بتؤدي إلى تأثير سلبي على الإنسان. هلا في عنا نحن معروف طبعا بعض سلالات البكتيريا المعندة، أشهرها في عنا MRSA، هذا الموجود بكل المشافي في كل دول العالم. ولهيك نحن دائما لما الشخص مثلا بده يصير عنده أو يعمل عملية بالمستشفى لازم نعمل له سكرينينج، يعني نتأكد أنه هذا الشخص ناخذ منه مسحة، ونتأكد أنه نعمل له زرع، نتأكد أنه ما عنده MRSA، لأنه هي مشكلة كتير كبيرة، وطبعا هو نتيجته مميتة يعني هذا النوع من الإنتانات. الشيء اللي لازم أنا طبعا أنه ننتبه عليه أنه الجراثيم مثل ما ذكرت أو البكتيريا موجودة بشكل طبيعي، في عنا موجودة على الجلد، في عنا في الأغشية المخاطية بجهاز التنفس العلوي، لكن مرات ممكن يكون إما ضعف المناعة أو ممكن تدخل للجسم عن طريق مثلا جهاز التنفسي أو بنتيجة جرح على سبيل المثال، أو مثلا عند المعالجة عن طبيب الأسنان. فبعض الإنتانات الجرثومية بتكون مثل ما قلنا أنه بتاخذ فترة قصيرة وبتشفى، لكن بعضها للأسف يعني أنه بيحتاج إلى ممكن تشفى لحالة دكتورة صح؟ يعني ممكن بدون أي تدخل دوائي ممكن تشفى؟ هلا هو ما ممكن نعمم، بده يكون حسب درجه الانتان. يعني هلا مثلا رح نعطي مثال، بعض الاعراض اللي ذكرناها مثل تعب عام او ارتفاع في درجه الحراره، ممكن الشخص يشك انه عنده انتان بكتيري او انتان فيروسي، بس اذا ظهرت عندنا اعراض مخصصه مثلا شخص عنده عسر في التبول، نفس الوقت صار في البول ظهر بشكل عكر، يعني له منه صافي، هذا الشيء لازم ينبه انه هذا الشخص ممكن عنده انتان بولي، او مثلا شخص مثلا عم بيسعل وعنده ارتفاع في درجه الحراره بس عم بيخرج مثلا بلغم، وهذا البلغم متلون يعني له الوان منه شفاف، فهذا الشيء لازم ينبهنا مع ألم صدري، معناته هذا الشخص ممكن يكون عنده إنتان بكتيري. لكن هذا الشيء لازم يتأكد بالفحص الطبي وتحليل الدم وبزرع جرثومي، لكن خلينا نقول نكون واقعيين، يعني بعض هالأعراض نحن مباشرة بنعرف إنه شو هو بالخبرة المضاد الحيوي اللي لازم نوصف، بس ما لازم طبعا المريض لحاله ياخذ الصاد الحيوي بشكل عشوائي. رح نحكي بهذا الموضوع، ولكن يعني كما ذكرتي دكتورة نوع المرض أحيانا هو اللي بيحدد هذا الموضوع. هل مقاومة المضادات الحيوية شيء يعني فردي، هل متغيرة من شخص إلى آخر، أم هي حالة صحية عامة عند كل الأشخاص ممكن تصير؟ هي ممكن طبعا تصير عند الجميع نتيجة مثل ما ذكرنا أنه الاستخدام المفرط للصادات الحيوية، فبيولد عنا البكتيريا بدها تحاول بطريقة أو بأخرى أنه هي تهرب من تأثير الصادات الحيوية، فبصير عليها تغييرات جينية، نتيجتها بتظهر عنا سلالات غير قادره طبعا الصادات الحيويه على انه القضاء عليها، لانه الصاد الحيوي بشكل عام كيف بيستهدف البكتيريا؟ بده يستهدف اما البكتيريا لها جدار خارجي، فاما بده يعمل على خلينا نقول تمزيق هذا الجدار الخارجي، او ممكن يستهدف المشين المسؤوله في البكتيريا عن انتاج نسخ منها. ففي بعض الاحيان ممكن يتطور اليه انه تصبح غير مستجيبه، يعني الصاد الحيوي ما بياثر على الجدار الخلوي او الخالص فيه، او ما بياثر على المشين الموجوده اللي هي طبعا بتصنع نسخ من البكتيريا. وهون طبعا موضوع استخدام الصادات الحيويه له طبعا تاثيرات حسب العمر، يعني استخدام الصاد الحيوي خلينا نقول مثلا المفرط عند الاطفال، في عندنا دليل علمي يعني عند الاطفال مثلا الرضع او عند مثلا البالغين او حتى الشباب في المراحل المبكره، مرتبط في العديد من الامراض، اهمها هي تطور الداء السكري،
البدانة، بعض أنواع السرطانات، بعض أنواع خلينا نقول الأمراض الالتهابية مثل التهاب الكولون مثلا المتقرح. فالربو هذا كثير طبعا في دليل كثير انه مثلا حتى الاطفال بعمر 3 أشهر اللي بنوصف لهم صدات حيويه هن احتمال اكبر يصير عندهم ربو لما بيكبروا من الاشخاص اللي ما اخذوا صدات حيويه، ففي ارتباط. نحن ما ممكن نقول طبعا انه هو سببي، يعني قطعا انه الصد الحيوي هو بسبب هيك، لكن في ارتباط كثير وثيق بين استخدام العشوائي والمفرط للصدات الحيويه وتطور امراض ممكن تكون ملازمه للانسان طيله حياته. طب كيف يمكن منع حدوث مقاومه المضادات الحيوية؟ هل فقط بالعدم الإفراط في تناولها؟ هلا في عدة أمور هون. الأول هو لازم يكون في عنا إنه ما نستخدم الصاد الحيوي إلا باستشارة طبية. الشيء الثاني لما بيوصف الطبيب الصاد الحيوي طبعاً بيصرفه أيضاً الصيدلي عادة بيعطي تعليمات معينة، يعني بيقول لك لازم تأخذ الصاد الحيوي لمدة مثلاً 10 أيام. فلازم المريض يتأيد بهذه التعليمات. أحياناً الشخص مجرد إنه يشعر حاله إنه خفض درجة حرارته أو إنه شعر إنه هو أحسن بيوقف استخدام الصاد الحيوي، هذا خطأ. لازم يستمر بيأخذه حسب التعليمات. شيء ثالث إنه وشغلة كثير مهمة هي خلينا نحكي على الميكروبيوتا اللي هي بنسميها مجموعة الجراثيم النافعة أو البكتيريا النافعة الموجودة بالأمعاء. طبعا فعلا الميكروبيوتا هو اسم واسع يعني بتضمن كثير من خلينا نقول متعضيات أو الكائنات المجهرية، لكن أهم ما في عنا مجموعة من البكتيريا موجودة في كل الجسم وخاصة في الكولون في الأمعاء الغليظة. هذه الجراثيم عادة بتساعدنا على شيئين، أول شيء على امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، ونفس الشيء وايضا بتساعدنا على تشكيل مستقلبات بتخلي الانسان خلينا نقول تساعد على تطوير جهاز المناعه وتساعد على حمايه الانسان من العوامل الممرضه. المشكله الان بالصادات الحيويه انه لو نحن بناخذ صاد حيوي بشكل عشوائي بيعمل خلل بالتوازن، يعني بياثر على البكتيريا النافعه الموجوده عندنا. تماما هذه نقطه مهمه ولكن سنتوسع فيها بعد فاصل قصير. ابقي معنا دكتوره وايضا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد. تحدثنا عن بعض الآثار الجانبية للمضادات الحيوية، ولكن دكتورة خلينا نتوسع شوي بالآثار الجانبية لهذه المضادات، وخلينا نحكي عن تأثيرها على الكلى مثلا، خاصة منتشر بين الناس أنه تؤثر على الكلى بشكل خاص. حقيقة أن الصاد الحيوي تأثيره الجانبي خلينا نقول مختلف، يختلف حسب نوع الصاد الحيوي. يعني في عنا بعض الصادات الحيوية ممكن تأثر سلبا على وظائف الكلى، خاصة إذا مثلا المريض من الأصل عنده استعداد، يعني مثلا عنده عوامل خطورة بتأثر وظيفة الكلى، عنده الكلى غير سليمة. فالاستخدام المفرط لبعض الصادات الحيوية لأنه أطراحها بشكل أساسي عن طريق الكلى فممكن يعمل المشكلة أسوأ. لكن الشيء اللي طبعا خلينا نقول العام، خلينا نركز على موضوع كثير مهم اللي هي مثل ما كنا عم نحكي على موضوع البكتيريا النافعة اللي هي الموجودة، اللي بيصير انه من احد العوامل اللي بتساعدنا طبعا على انه نلغي او نخفف من تأثير الصاد الحيوي. اول شيء انه استخدام ما يكون عشوائي. شيء ثاني انه في حال الشخص اخذ الصاد الحيوي، وخاصه نحن هذا بنشوفه عند كبار السن او مثلا عند اللي جهازهم المناعي ما انه قوي، فممكن هلا بعض الادله ظهرت انه ممكن الشخص ياخذ او يعوض هذه البكتيريا النافعه. يعني كيف ممكن يعوضها؟ في عندنا شقين، اما بياخذ البكتيريا النافعه كمستحضر، هذا بيكون عاده موجود في بعض المشروبات خلينا نسميها بتعتمد على اللبن، فبيحتوي على هذه البكتيريا النافعه او هي بنسميها البروبايوتيك، او ممكن نستخدم نحن الغذاء، نحسن الغذاء بشكل طبيعي اللي هو ايضا بتستفيد منه البكتيريا النافعه بنسميها بريبايوتيك. هالغذاء طبعا بشكل اساسي لازم يكون عباره عن الياف صعب هضمه، يعني موجوده طبعا مثلا مثل عندنا بال مثلا تماما مثل الشوفان، مثل البصل، مثل الثوم، مثل العدس، يعني اي نوع من الالياف اللي مثل ما ذكرت هضمه صعب بالنسبه لنا، هي بتكون نوع من الاغذيه كثير مناسب للبكتيريا النافعه. نحن كثير مهم نحافظ على هذا التوازن، لانه المشكله لما عم بتصير انت بتقضي على البكتيريا النافعه بتظهر عنا اعراض مهمه، اهمها طبعا هو الاسهال، هذا بنشوفه كثير باستخدام الصادات الحيويه. ممكن المشكله تستمر بشكل مثلا قصير وبتزول بعد استخدام الصاد الحيوي، ممكن عند بعض الاشخاص تستمر فتره مثلا مده اشهر، يعني بتوصل ل6 أشهر. زائد كما ذكرنا انه الخلل باستخدام او خلل بهال
البكتيريا النافعة ممكن يأهب، ونحن بنعرف في عنا أدلة على الحيوانات المخبرية وأيضا في من البشر أنه ممكن تأهب لحدوث مثلا الداء السكري من النمط الأول أو مثلا للبداني. يعني نحن ما نستهين أنه في استعمال الصاد الحيوي عند مثلا الرضع أو عند حديثي الولادة أو حتى عند الأطفال. تماما، يعني بما أنك ذكرتي دكتورة الرضع وحديثي الولادة، تناولنا دراسة قبل فترة ببرنامج راشدتا أن للمضادات الحيوية تأثير على إدراك الطفل، خاصة كما ذكرتي بالمرحلة الجنينية، ما مدى صحة هذا الموضوع؟ هلا بعتقد هذه الامور بتتعلق بكثير، يعني ما ممكن احنا نركز على اليه معينه، الاليه بالتحديد غير مفهومه، لكن احد الامور اللي هلا ظاهره بشكل كثير قوي هو انه الخلل بالمايكروبيوتا خلينا نسميها او هالمجموعه البكتيريا النافعه الموجوده عند الانسان هي الى ارتباط بالعديد من الامراض. فمثل هذه الدراسه، في دراسه اخرى على سبيل المثال تمت لكن على حيوانات التجربه، نحن اخذنا حيوانات التجربه سوينا خلينا يسمعهم داء سكري من النمط الأول، لكن بعدين لما أخذنا الميكروبيوتا يعني الجراثيم النافعة من الأم حطيناها بالفئران فبين إلى أنه المرض تراجع. يعني هذا دليل معناته إلى أنه الميكروبيوتا له ارتباط كثير وثيق بتطور عدد من الامراض، واعاده التوازن لهالميكروبيوتا ممكن يساعد على طبعا انه ترجع الوظيفه السليمه للشخص. لكن هون في كمان نقطه كثير مهمه، مو بس الغذاء، في عنا الموضوع المهم هو تحسين خلينا نقول المناعة. يعني نحن بالبداية نحاول أنه الشخص ما يصاب بأي إنتان سواء بكتيريا أو فيروسي، وهون لازم نركز طبعا على أنه مناعة الشخص تكون سليمة. في عنا طبعا عدة خطوات ممكن نحكي عنها. نعم، قبل ما نحكي عنها دكتورة، نحن سألنا المشاهدين، عملنا استطلاع رأي، سألنا في متى تستخدم المضادات الحيوية وهل يتم استخدامها بعد استشارة الطبيب أو بوصفة طبية أم بدون وصفة. خلينا نشوف شو قالوا الناس. ما نحب الالتهاب في له أكثر من عيار، فما فيني أنا باخذ من عندي دواء التهاب إذا ما رجع الطبيب، رجع الطبيب أعطاني دواء لفترة معينة. بعض الأحيان باخذه بدون وصفة، يعني بروح عند صيدلي اللي مثلا درسها يوجعني أو مثلا معدة عم توجعني، بيعطيني حب التهاب ما في داعي لا وصفة ولا لشيء. حب التهاب أخذته بوصفة، كانت مرة لوزاتي عم يوجعوني نزلت على المشفى، الدكتور وصف لي كتب لي على دواء التهاب، والله رحت أخذت الدواء من الصيدلي، والله الحمد لله استفدت عليه. دائما لازم واحد أي شغلة أي دواء يتجه لدكتور ما يصرفها بلا وصفه. والله ما باخذ حب بشكل عام لا التهاب ولا غيره، ولا بوصفه ولا بلا وصفه، والله يبعد عنا كل الامراض ولا بنحتاج لا لحب التهاب ولا لغيره. لا بناخذ حب الالتهاب من دون وصفه. السبب انه اكثر امراضنا هي عباره عن الانفلونزا، يعني مثل التهاب اللوزات او القريب او الرشح. لا ما باخذ حب التهاب بلا وصفه لخاي، ايش قلب الدكتور انا؟ اذا ما رحت عند الدكتور وصف لي اياه كيف بدي اخذ حب التهاب بلا وصفه؟ والله انا باخذ حب التهاب بحاله واحده، وقت بكون عندي التهاب بحلقي باخذ بدون وصفه، غير هيك ما بحسن باخذ الا بوصفه. واحيانا بيكون اذا كان جرح الاوك، اذا كان عندي جرح قوي يعني وما تسكر منيح، هذا كمان معروف يعني بديهي انه لازم ناخذ له حب التهاب، اما غير هيك ما بناخذ الا بوصفه دائما. والله اغلب الاوقات بلا وصفه، يكون وجع خفيف يعني يكون جرح مثلا او وجع بالحلق او وجع بالصدر. حالات ثانيه مثل يعني داخليه الواحد بيروح الدكتور، الدكتور هو بيعطيني اذا بده حب التهاب ولا لا. والله بدك الصراحه بدون وصفه، انا صار لي 10 سنين بحياتي ما اخذت حب دواء التهاب بوصفه. انا احيانا بس يصير معي كحه او تحسس بالصدر دغري بروح على الصيدليه باخذ حب التهاب، يعني حب التهاب صاير عادي يعني بالبراد مليان. يعني هو اكثر شيء هلا وقت بيكون في عندنا مثلا انفلونزا او مثلا بيكون عندنا حلق وجع بالحلق باخذ حبه من حالي، بس اذا وضع تعبان اكثر لا بستشير دكتور أو صيدلية، يفضل أحسن يعني أحسن ما أخذ دواء من حالي. إذن هناك يعني قسمان من الأجوبة دكتورة، نسبة كبيرة ما بياخذوا مضادات حيوية أبدا حتى لو اقتضى الأمر، أما النسبة الأخرى بياخذوا مضادات حيوية ولكن بدون وصفة طبية عن طريق الصيدلية. إلى أي درجة هذا الموضوع خطير؟ هذا اللي هلا كنا عم نحكي عنه، انه المفروض لازم يكون باستشاره طبيه، لانه طبيب بيحدد طبعا
سواء بالخبره او الخبره زائد طبعا لازم فحوصات الدم وفحص زراعه يعني العينه لحتى يحدد انه شو هو نوع الجراثيم او البكتيريا. فعلى هالاساس هو بيوصف الصيد الحيوي. لكن نحن كما ذكرنا الاستخدام العشوائي هذا بيهيئ الى ظهور سلالات مقاومه او معنده، واذا ظهرت سلالات بكتيريه مقاومه او معنده هي ما بتأثر على الشخص، هي بتاثر على كل المجتمع، بتاثر على كل سواء يعني مو مجتمع بمنطقه محدده وانما بشكل واسع يعني بكل البلدان. فهذا الشيء لازم ما نستهين فيه ابدا. نعم. وبالنسبه للاشخاص اللي ما بياخذوا ابدا دواء التهاب خلينا نسميه مثل ما بسموه بالعاميه او مضادات حيويه حتى لو كانت الحاله بتستدعي، لا هذا خطأ كمان. يعني نحن دائما بده يكون العلاج حسب الحالة المرضية، إذا بتتطلب ما في مشكلة، بنهاية الأمر مضاد أو خلينا نسميه الصاد الحيوي هو مهم كتير. إذا شخص لا سمح الله، خلينا نأخذ مثلا مثال، إذا شخص صار عنده جرح وهذا الجرح مثلا تطور صار عنده حرارة، ارتفاع حرارة وعنده ألم وبدأ يظهر قيح من هذا الجرح، فإذا هو ما أخذ مضاد حيوي ممكن يتطور إلى تجرثم الدم وممكن يموت المريض. يعني هي حالة خطيرة، فلازم نحن أنه نتبع شو هو الرأي الطبي ونلتزم بموضوع طبعا الوصفة الطبية. بنهاية حلقتنا بدنا نشكرك الدكتورة ميس عبسي، أستاذة في علم الأدوية وباحثة في تطوير العلاجات، شكرا لك. شكرا جزيلا. وإلى آخر الأخبار العلمية والابتكارات الطبية، نشرت دورية للعلم دراسة جديدة أكدت أن الأشخاص الذين يعتمدون في نظامهم الصحي على الأغذية الغنية بالفلافونويد مثل التفاح والفراولة والفليفلة قد يكون خطر إصابتهم بالتدهور المعرفي أقل ب20%. والفلافونويد مركبات طبيعية موجودة في النباتات وتعتبر من أقوى مضادات الأكسدة. ومؤخرا تتزايد الدراسات التي تؤكد على أن هذه المركبات لها دور فاعل في منع تدهور مهارات التفكير مع التقدم في السن. وحسب ما نشرته دورية نيورون، تابع الباحثون مجموعة من المتطوعين وصل عددهم إلى 49,000 سيدة و 27,000 رجل. وخلصت هذه الدراسة إلى أن مستهلكي مركبات الفلافونويد يعيشون بمهارات عقلية تعادل عمراً أصغر بثلاث إلى أربع سنوات. في ظل ما تشهده بلادنا هذا الصيف من موجات حر ينتج عنها كميات كبيرة من العرق، هناك علماء من جامعة كاليفورنيا وتحديداً جوزيف وانج وزملائه وصلوا إلى اختراع يمكنه الاستفادة من عرق الإنسان في توليد الطاقة. يمكن للجهاز استخلاص الطاقة من المواد الكيميائية التي تخرج مع العرق، فيما يمكن ارتدائه في طرف الإصبع، ولا يحتاج جهاز تحرك الجسم حيث يعتمد على تجميع هذه الطاقة خلال نوم الإنسان. ويعتبر الأفضل حتى الآن بين الأجهزة التي تعتمد على العرق كمصدر للطاقة حسب ما نشرته دورية نيتشر باللغة العربية. كم يمكن للجهاز استخلاص الطاقة أثناء القيام بتحريك الأصابع على لوحة المفاتيح أو أزرار الهاتف المحمول، ويجمع طاقة تكفي لتشغيل جهاز استشعار. من ناحية أخرى، يأمل صناع هذا الجهاز بتحسين كفاءته ودمجه مع أنواع أخرى من أجهزة استخلاص الطاقة. أظهرت دراسة جديدة نشرت في دورية المجلة الطبية البريطانية أن تغيير النظام الغذائي يعتبر خياراً إضافياً لتقليل عدد نوبات الصداع النصفي وأنواع أخرى من الصداع. وحسب ديزي زامورا الحائزة على درجة دكتوراه ومؤلف أول في هذه الدراسة، تم فحص أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3، وأوضحت ديزي أن كلا الحمضين لهما وظائف هامة جداً داخل أجسامنا بشرط أن يكونا متوازنين. وأشارت الدراسة إلى أن النظام الصحي الذي يتبعه معظم الناس اليوم يجعل نسبة الحمض أوميغا 6 مرتفعاً مقابل الحمض أوميغا 3، ما يعني ألماً أكثر، حيث الحمض أوميغا 6 يعزز ويفاقم الألم. ضمن الدراسة خضع 182 شخصاً مصابون بالصداع النصفي لثلاث حميات، حمية لكل مجموعة، وثبتت
أن المجموعات التي انتظمت بنظام غذائي غني بالحمض أوميجا 3 عانت بشكل أقل من نوبات الصداع النصفي. يؤثر اضطراب ثنائي القطب على قرابة 50 مليون شخص في العالم، أي كل هؤلاء الأشخاص يعيشون تقلبات مزاجية شديدة بين الهوس والاكتئاب. إذن ما الجديد في خبرنا؟ الجديد أنه بعد كشف كثير من الدراسات وجود أساس وراثي للاضطراب ثنائي القطب، نشرت مؤخراً دورية نيتشر جينتكس دراسة شملت 400 ألف شخص وأجرت مقارنات بين الحمض النووي للمصابين بالمرض والآخرين غير المصابين، ووصلت الدراسة إلى فروقات واضحة ستفتح الباب مستقبلاً لتحسين العلاجات والاستراتيجيات الوقائية من المرض. وأوضحت الدراسة أن طول ساعات النوم وشرب الخمور والتدخين إضافة إلى البيئة المحيطة تؤثر بطريقة مباشرة على اضطراب ثنائي القطب، كما يمكن للدراسة أن تدعم التشخيص والعلاج الفردي بحيث يتعامل الأطباء مع خصوصية كل حالة جينية. بهذه الأخبار نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة راشيتا لهذا الأسبوع. شوفونا الأسبوع المقبل. تبقوا بخير وصحة. إلى اللقاء.